still see your shadows in my room. I can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you, and I cannot change you, so I must replace you. Easier said than done, I thought you were. أحبائي سعيد صباحكم، صباح الخير، صباح النور. Bonjour tout le monde, good morning and buongiorno. أتمنى يلقاكم صوتي بأحلى أوقاتكم. سعدت اليوم الصباح بقراءة كلامكم، أكيد ما يعني ما قريتش كل التعاليق لأنه في الكثير من الأسئلة، بس it's okay، معنى أنه الفهم وصل بنسبة كبيرة جدا، نقوله حتى نسبة 80%. لا يزال بعض الناس أكيد يتعثرون في بعض الأسئلة القديمة لأنهم بكل بساطة وقفوا طاقتهم عند هذا السؤال. فأنا أنصحكم اليوم أنكم لا تتوقفوا عند أي بؤرة ظلام أو عند أي سؤال لم تفهموه، عدوه، حطوه جانبا وعدوه، وسمعوا دايما بروح جديدة، طاقة جديدة، حتى تجددوا أنتم لديكم الطاقة، تعملوا تجديد دوري لطاقتكم ومعلوماتكم وفكركم إلى آخره، وفي نفس الوقت تسمحوا للطاقة أنها تتطور، ولما تتطور هي رح تجيب لكم الإجابات بصورة بسيطة. فيها يحق لكم الحقيقة اليوم أنكم تعرفوا أنه كل نفور، لأنه أعتقد إيمان سألتيني قلت لي ما سبب النفور بين شخصين، النفور الجنسي بين شخصين بينك مثلا وبين توأمك، يحق لك الآن أو من المفروض صرتي تعرفي أن النفور هو نفور فيزيائي بحت، ليس لديه أي علاقة بالروح يعني، وهذا بسبب اختلاف أو بسبب تنافر في المجالات الكهرومغناطيسية عندك وعنده. وأنا حكيت على هذا الموضوع، أشرت إليه في الحقيقة، ما أعطيتكمش تفاصيل، أشرت إليه في إحدى أوديوهاتي لا أكاد أذكر، قلت لكم مرة سيليان ديزانانس، أو إذا كان هناك عدم انسجام جنسي ما بين شخصين يحبوا بعضهم حبا كبيرا، فهذا لأنه فيه صدمات كهربائية حدثت بيناتهم. يعني هو نفس الشيء مثل لما تحطوا جهاز كهربائي يمشي بال110 حطيتوه في ال210، نفس الشيء رح ينحرق، سلامهم شوز. فاللقاءات الجنسية الأولى عند ممكن توائم الروح وتوائم الشعلة حين يكونوا لقاءات جنسية، يعني لا أدري كيف أصفها، ولكن نوصفها بكلمة نقول عليها مضطربة. والاضطراب لا يرجع إلى عدم الحب أو إلى نقص في الشغف أو نقص في العاطفة، وإنما يرجع إلى اختلال على مستوى كهرباء الجسمين. تسألوني تقولوا لي هل هذا يحدث في العلاقات العادية؟ أقول لكم نعم، هذا الظاهرة مخصصة أو ليميتي محدودة بالجسم فقط، يعني ما تطلعش لمناطق أخرى، ما تطلعش للوعي، ما تطلعش للنفس، وما تطلعش للروح، هي ظواهر محدودة في الجسم فقط. يعني مثلا أعطيكم مثال، الاختلاف الكهرومغناطيسي بين زوجين قد يؤدي إلى عدم الإنجاب، لأنه كل ما يدخل الحيوان المنوي عند المرأة اللي مختلفة على زوجها كهرومغناطيسيا، الجهاز المناعة عند المرأة المستقبلة المرأة صاحبة البويضة اللي هي الزوجة، جهاز المناعة رح يعتبر أن الحيوان المنوي اللي دخل فيه كائن غريب ينبغي قتله أو ينبغي التخلص منه، فتولي طاقة الحياة فيها إشارات عصبية منفرة، فكل ما يدخل عندها الحيوان المنوي من الزوج تروح الكريات البيضاء تاكله، يعني تتخلص منه، الدم يتخلص منه والجسم يتخلص منه بكل الوسائل وكل الطرق.
تقولوا لي لماذا يحصل هذا؟ أكيد هذا ما يحصلش عند كل الناس بين قوسين، يعني نقولوا حالات نادرة ممكن 5% في العالم بأسره، ولكن هي تحدث هذه الحالة. لماذا؟ عندما يكون عندي مجالين كهرومغناطيسيين مختلفين، يعني ناس مختلفة روحيا 100%، وهنا الروح لما تمنع الإنجاب فهي تؤهب الجسم والنفس والعقل، تؤهبهم للانفصال عن هذا الشخص. غريبة أكيد يعني، ولكن هذه الحقيقة، وهذا هو الاستنتاج المنطقي الوحيد الموجود في حالة تنافر بيولوجي بين زوجين. طيب التنافر الجنسي في حالتك أنت رح يمر، ما تخافيش، سين بيريود باساجير، هي فترة مؤقتة. لي دو الجسمين رح يتعرفوا على بعضهم، ياخذوا وقت حتى يتعرفوا على بعضهم، وتوأمك الآن بحكم أنه يحاول أنه يسير الأمر وما يتكلمش هذا الموضوع، لأنه واقع تحت ما أسميه اليوم، وهذا الشيء رح نتكلم عليه اليوم، ما يسمى بمخططات البرمجة أو مخططات الفهم والترجمة. يعني إحنا مولودين بأورغانيغرام أو ببرنامج أو بنظام معين يجعلنا نخافوا من ردات فعل الآخرين، أو يجعلنا نمثلوا على الآخرين أو ما شابه. رح نعطيكم الآن التفاصيل. فإذا حتى نحقوا اقتران طاقي كامل بشخص ما، يعني يكون عندي مجالين كهرومغناطيسيين متطابقين 100%، هو نفسه الظاهرة اللي في الرياضيات الاقتران العددي، يعني يكون عندي منحنى ألف متطابق مع المنحنى بي، المنحنى ألف للشخص ألف والمنحنى بي للشخص بي، يؤدي هذا الاقتران الطاقي إلى حصول تبادل طاقي 24 ساعة على 24 ساعة بين الشخصين، توافق روحي كامل 100% يعني، ويؤدي إلى فهم كامل. لما نقول فهم يعني une interprétation totale de l'autre، فهم كامل للآخر بدون ما يتكلم، أوكي؟ يعني تفهموا كل سلوكاته، تفهموا كل ما يتعلق بشخصيته، كل ما يتعلق بحياته، كل ما يتعلق بأموره، رح يكون عندكم فهم مطلق للآخر. بحكم ماذا؟ بحكم أنك أنت كجسم وكنفس وكعقل وكروح رح بكل بساطة ستكونين تجلي لنفس الطاقة اللي هو عنده. يعني أنت لما تفكري مثلا أنه يتجاهلك، نفرضه تدخل إكزام، فلأنه فعلا أنت تتجاهلينه بكل بساطة. لما تفكري أنه سلبي فلأنك أنت سلبية، لما تفكري أنه يحبك فلأنك أنت تحبيه. في الوقت اللي فكرتي في هذه الفكرة، تبادل طاقة عقلية، تبادل طاقة جنسية، تبادل طاقة كذلك روحية. ولكن الاقتران الطاقي، لاحظوا معايا مليح، لا يعني كل اقتران روحي، ركزوا معايا بليز، كل اقتران روحي يساوي اقتران طاقي، ولكن ليس كل اقتران طاقي يساوي اقترانا روحيا. يعني أحيانا فيه تبادلات طاقية متقطعة أو مضطربة، أو نقول يعني مش دورية أو مش منتظمة، وهذا يعطي لي كابل أو زوج مش مقترنين روحيا، يعني الروح ألف مع الروح بي مش على نفس الذبذبة. That's okay، هذه حالة كل الناس، أوكي؟ هذه حالة كل الناس تقريبا، نقولوا 90%. 10% المتبقية هي الناس اللي عندهم اقتران روحي، وهذه حالات نادرة، وتجي يا إما بعد، يا إما ماديا بعد مرور الكثير من السنوات وانتم مع بعض، أو بعد حصول spiritual connection يعني لقاء روحي، وبعد حصول نوع من التطور أو من الوعي في مدة قصيرة.
نقول قصيرة أقلها عام ولا عامين، من يكون إنسان هو أصلا إنسان هذا متطور روحيا. مخططات البرمجة هذه اللي نتكلم عليها اليوم، اللي عنونت بها عنوان الأوديو، هي مجموعة من الرسوم، الرسومات يعني أنشمة، مجموعة من الرسومات للفهم، يتخص الفهم عند الإنسان، اللي نجو بها منذ الولادة. هي برمجة في الحقيقة، يعني نولد ونحن بها. فإذا مخططات الفهم هذه عبارة عن حواجز. أولا الفهم، ما هو الفهم؟ هو الطريقة التي نفهم بها الأشياء أو نتصور بها الأشياء. يعني واحد اللي خاضع لمخطط الفهم الاجتماعي يشوف واحدة مثلا ما عندهاش أنف يقول عليها هي قبيحة، هي بشعة. واحد خارج عن مخططات الفهم الاجتماعي يشوف واحدة ما عندهاش أنف يسألها، يشوفها عادية ويسألها ما الذي حصل، كيف فقدت أنفك، بدافع الفضول ممكن أو العطف أو ما شابه. أوكي؟ فإذا إذا حبيت نعرفها، مخططات الفهم هذه هي خاصية نفسية characteristic psychologic داخلة في إطار ما يسمى بالمناورة la manipulation على الإنسان، وهي من ضمن ما يمنع الواحد منا من التركيز على ذكائه هو كشخص والعيش بسلام وبذكاء، يعني vivre d'une façon intelligente. ف المخططات اللي احنا واقعين فيها تجعلنا نشك، تجعلنا نشك في أنفسنا ونشك كذلك في عبقريتنا، نشك في تصوراتنا للأمور، نشك في حدسنا أو معارفنا السبونتاني، معارفنا الفورية. بكل بساطة تفقدنا توازننا. أوكي؟ ف هو المخطط لو نزيد يعني نعرفه، هو كتاب في الحقيقة، سيتان ليفر يجي معنا، كتاب ضخم، كتاب كبير جدا، يزرع فينا منذ الولادة. لماذا؟ لأننا نجول الدنيا هذه وإحنا عندنا أورغانيغرام مثل ما قلت الأول، برنامج أو نظام يخول لنا أن نتكلم مثلا وأن نقرأ وأن نفهم الأمور، ويسمح هذا الكتاب يسمح لنا كذلك بالعيش في الجماعة. يعني هذا الأورغانيغرام اللي أعطاهنا الله يسمح لنا أننا نعيش في مجتمع، يعني نسمع من الناس ويسمع من الناس، نفهم عليهم ويفهم علينا، ويجعلنا كذلك نتصور الأمور بروح الجماعة، الاسبري دو جروب، روح الجماعة. يعني البرنامج هذا أو البرامج هذه تسمح لي مثلا أنا كشخص أن أشتغل مثلا، أن أعمل مع جماعة، أو أن أتصادق مع جماعة، أو أكون على نفس الفريكونسي مع جماعة معينة. يعني إحنا منذ الولادة محدودين، يعني مال باغي كما يقولوا، نحن نفهم كما يفهم المجتمع. لماذا؟ لأننا طريقة اللي احنا نفهم بها العالم خذناها بكل بساطة من أسلافنا. قولوا لي هل هذا من، يعني هذا البرنامج هو جيني ولا روحي؟ يعني هل جينا من الجينات اللي خذناها على والدينا أم من أرواحنا؟ نقول لكم لا، مش من الروح، يعني الروح اللي هي الفيرسيون الأصلية للإنسان، هو جاي من التناسخات اللي يمر بها البيبي أو الجنين أثناء فترة تكونه، وهذه التناسخات تنتقل ليها عن طريق الجينات. قلت لكم كل خلية عندها كتابها، عندها معلوماتها. فخبرة والديه، خبرة والديه الاجتماعية والشخصية والنفسية والترومات اللي عاشوها
والمشاكل اللي عاشوها، كل شيء كل شيء عاشوه، كل الميموري اللي عاشوه والديه أب والأم، راح ينتقل للجنين أثناء مرحلة أثناء فترة تكونه، مثل ما ينتقل لليه لون أعينهم، يعني لون عينيهم ولا لون جلدهم مثلا، the same thing، نفس الشيء، يحدث تناسخ جيني بيولوجي ويحدث تناسخ نفسي أو برامجي. ومن بينه من بين هذا البرمجة الذكاء الاجتماعي، لأنه قلت لكم دائما نميز أنا ما بين الذكاء الاجتماعي والذكاء الكوني، الانتليجنس كوسميك اللي أعطاها من الله والانتليجنس ايموشنيل اي سوسيال، الذكاء العاطفي والاجتماعي اللي خذيناه من المجتمع من عند أوليائنا ومن عند أبائنا. فالإنسان كروح مثلا يتكلم، الإنسان كروح يعني البيبي طفل صغير يتكلم لما ينضج لو سنتر لارانجي عنده، اللي هو المنطقة في الدماغ المخصصة للغة، فيتكلم. هو في الحقيقة ما يتعلمش الطفل، لأنه كثير من الناس يقولوا سيتعلم ابني الكلام، لا، الطفل لا يتعلم الكلام، الطفل سينطق، سينطق فقط، يتعلم نطق بعض الكلمات فقط. أما اللغة كخاصية، فهي خاصية روحية موجودة فيه منذ الولادة، يعني هي برنامج موجود فيه منذ تكونه كجنين. يعني مثلا الطفل، أنت لما تتكلم مع طفلك مثلا ذو 4 سنوات، تقول له مثلا أبي أو بابا راح يأكل المنزل، أو بابا سيأكل الملعقة، الطفل سيضحك لأنه يعرف أن هذا مش صحيح. هذه هي اللغة، هي الطاقة العقلية، طاقة العقلية للطفل اللي راح تخرج أو تتجلى بواسطة كلمات. أوكي؟ فإذا كل ما طفل عمل stimulation أو إعادة، كل ما تعلم يتكلم. لما نقول طفلي يتكلم ببراعة، أو طفلي فصيح لأن فكره فصيح، لأن عقله طاقته العقلية كبيرة بزاف، فهو لأنه عنده رغبة كبيرة بداخله أنه يعبر على هذه الطاقة العقلية، فنجده أنه كلامه ينساب بسهولة. أوكي؟ طيب، الآن هذا الفكر أو هذا الطاقة العقلية اللي عندنا هي اللي تتطور عند الإنسان الواعي، الواعي الذي يعي ويخرج من هذه البرامج السابقة عن وجوده، وتتحول إلى سوبرامونتال. أوكي؟ تتحول إلى قوة عقلية خارقة، إلى عبقرية، والعبقرية هذه هي اللي قريبة من الطاقة الأصلية للروح. يعني الإنسان لما يخرج من مخطط التحقير الذاتي اللي عايش فيه، أنه يحقر نفسه باستمرار، يحقر ذكاؤه باستمرار، ذكاؤه الكوني مش الاجتماعي، عبقريته، ينقص من قدراته باستمرار، يأكل أكل غير صحي يؤدي إلى الموت البطيء، كل سلوكاته خاطئة، يعني مثل كل السلوكات الخاطئة اللي عندنا احنا بحياتنا، مثل العنصرية، مثل التدمير الذاتي، مثل تدمير الآخر، مثل الأحكام المسبقة، كلها 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 تجي من هذا البرمجة، من هذا البروغراماسيون الأورغانيجرام هذا اللي جمعنا من جراء تناسخات الأسترال فينا لما كنا صغار، لما كنا في بطون أمهاتنا كنا أجنة. وهذه البرمجة تؤدي بك إلى ماذا؟ تؤدي بك إلى عدم قبول نفسك وعدم قبول الآخر كما هو، تولي أنت، وتؤدي كذلك إلى أنك ستعيش طيلة حياتك، يعني منطقيا هذا الشيء اللي ينتج، راح تعيش فترات ستريس وإحباطات متكررة طيلة حياتك،
يعني الإنسان لما يوعى لهذه المخططات مش راح يستريسي لأن رب العمل عنده ما يعجبوش، أو مش راح يحزن لأن صديقه قال له أنت غير وسيم. أنا لو نطرح لكم سؤال الآن بصورة صدفة، يعني بصورة مفاجئة، أقول لك هل تعتقدين أنك وسيمة مثلا؟ فأنت ستصابين بالحرج، ممكن تضحكي أو تسكتي أو ما تجاوبيش. لماذا؟ لأنك إذا جاوبتي قلتي إيه أنا أعتبر نفسي وسيمة، تخافي أنني أحكم عليك مثلا بأنك مغرورة أو بأنك تحبي روحك بزاف أو بأنك فانيتوز، يعني لا أدري الكلمة دي بالعربي. وإذا ما جاوبتيش كذلك ما جاوبتيش لأنك تخافين، لأنك لا تعرفين الإجابة، أو لأنك لا تريدين أن تضعي نفسك ضمن الجميلات، أو 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 هناك الكثير من الاحتمالات. الإنسان الواعي قد لا يجيب ليس لأنه يخاف من الأحكام، بل لأنه لا يبالي إن كان وسيما أو لا. يصنفو كيف أنت تشوفيه، هو لا يبالي بالطريقة اللي أنت تشوفيها بها. فهمتيني؟ يعني أنت تجاوبي ولا ما تجاوبيش، ممكن ما تجاوبينيش، تي مانفو بلدي، يلا روحي روحي عليا ما نجاوبكش. لماذا؟ لأني لا أهتم بما ترينه عني. هذا هو الإنسان الواعي، وهذا مش إهمال، هذا مش تكبر ولا لا، هو فقط في أموره، عايش بأموره هو. أنا إذا كنت وسيمة فلي، وإذا كنت غير وسيمة فلي كذلك. يعني هذا الإنسان مركز على نفسه هو، مش مركز على برامج الآخرين، مش مركز على الآخرين كيف يرونه إلى آخره. قولوا لي لماذا هذا المقدمة الطويلة اللي عملتها لنا اليوم؟ لأنه بكل بساطة هذا هو الاقتران الطاقي، هو الوعي، هو أن تعي قدراتك أنت كشخص، تعي مواهبك، تعي بكل أبعاد نفسك. لما توصل معدلك الطاقي يوصل إلى درجة من العلو، سيلتحق أوتوماتيكيا بمعدل توأمك إذا كان هو في طاقة كذلك إيجابية مثلك. في الغالب بحكم الإنعكاس اللي موجود في بيناتكم، كل ما طلع واحد في الوعي إلا وزاد طلع معه الآخر، فيتوصلوا الواحد الوقت وين تولوا عبارة عن شخصين بجسدين مختلفين وجنسين مختلفين وشخصيتين مختلفتين، ولكن عندكم نفس الروح. لما نقول نفس الروح، مش نفس الروح بمعنى روح واحدة انقسمت على جسمين، هذا الكلام اللي تسمعوه، لا، معناتها روح بنفس الذبذبة، روحين في جسمين مختلفتين ولكن بنفس الفريكونس، بنفس الذبذبة في الكون، واللي عندكم نفس الرقم الطاقي. أوكي؟ وبالتالي تولي المعرفة بيناتكم، المعرفة، لما نقول المعرفة يعني هناك اتصال على جميع الأصعدة، ما فيش بلوكات، ما فيش عدم تواصل، ما فيش انقطاع، ما فيش عدم اهتمام، ما فيش عدم حب إلى آخره. اقتران الطاقي معنا شخصين عملوا فوزيون أو عملوا اتحاد كامل مع بعضهم، يعني ولا الواحد يحس نفس الشيء اللي يحسه الآخر، الواحد يعيش بنفس روتين الآخر، والآخر كذلك عندهم لا ميم روتين دو في، نفس روتين الحياة، نفس الأفكار، نفس طريقة الأفكار، حتى المناهج، حتى المناهج، رغم أنه شخصياتهم مختلفة إلا أنهم يستخدموا نفس المناهج في التفكير، نفس طرق الحياة إلى آخره. وأكيد الاقتران الطاقي يؤدي إلى القضاء على كل الترومات الجنسية اللي عاشها الإنسان بحياته السابقة، يؤدي إلى القضاء على كل الترومات العاطفية اللي عاشها الإنسان بحياته السابقة، لأنه رح يكون عنده ثقة عمياء أو ثقة كلية في طاقته الإيجابية اللي هي نفسها طاقة توأمه. أوكي؟ أتمنى أنكم تكونوا وصلكم المفهوم الحقيقي للاقتران الطاقي. فالاقتران الطاقي هو أنك تعيش بنفس طاقة الآخر،
مش لأنه هي طاقته ولا طاقتك أنت، لا، لأنه بكل بساطة هي طاقة كونية موجودة قبلك وقبله، وأنتم صرتوا على نفس الطاقة لأنكم على نفس الرينج، على نفس الذبذبة، وهذه حالة فيزيائية بحتة ما عندها حتى علاقة بالميتافيزيقا. هي بكل بساطة اعتدال فيزيائي راح تقوموا به من جراء القضاء على كل البلوكات والترومات والإعوجاجات الطاقية اللي كانت تأثر على أجسامكم. تحياتي.